أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله
فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى القول بالغدو والآصال
صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم لك عليه. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما وهدى ورحمة. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن غافلين.
واذكر ربك واذكر ربك يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يسألونك عن الأنفال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا رسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ارحب اسود. عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، حقا لهم درجات عند ربهم، حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد استمعنا يا إخوة الإيمان والإسلام من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله والذي أمتعنا في قرآن فجر اليوم.